أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم الجميلة مدام لارا من لارا ستايل بيوتي سالون. أهلا مدام. أهلا فيك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا، ونتمنى بداية تعرفينا عنك وعن بداياتك مع الصالون. أنا لارا من سوريا، ابتديت المهنة من الصغر مع والدتي. طبعا بعد اجيت على دبي وبلشت المهنه بالصالونات، مشهوره كثير بدبي، بلاس الايفنتات والمعارض. شاركت بعده برامج تلفزيونيه وتعاملت مع اكثر من محطه تلفزيونيه. بالنهايه حبيت افتح صالون واعمل طبعه خاصه بصالوني اللي انتم شايفينه هلا. جميل جدا. مدام لارا، ممكن تحكي لنا المزيد عن الخدمات اللي بتقدميها جوا الصالون؟ هلا في عندي عده خدمات، من ضمن الشعر والكولرينج والاكستنشن والنيل، الحمام المغربي، بلاس عندك الروم اللي عندي اياها والجاكوزي مع المساج، عده انواع من المساج، بلاس الواكسينج والعنايه بالبشره، بالاضافه لخدمات الشعر اللي هي صبغات وعلاجات الشعر والقص والاكستنشن. بالنسبه للنيلز في عده من انواع النيلز اللي هي فوت سبا مع النيل اكستنشن والجلش، وفي عندنا كمان المساج، الروم المساج اللي عندي خاصه سو كوزي، موجود فيها جاكوزي بلس تاي مساج، لمفاتك مساج. انا عدت لكم شويه انواع، اوكي، هن 10 انواع مساج، بالاضافه للفيشل اللي بيحل جميع انواع مشاكل البشره، والاهم منه اللي هو البيلينج، تقشير اللي بتوجب بالعيادات موجود عندنا، بالاضافه للحمام المغربي اللي هو بتوفر كل وسائل الراحه مع الميوزك والستيم والناس المتخصصين بالخدمه هاي. جميل جدا. أنت لارا، من خلال الخدمات الرائعة اللي ذكرتيها، كيف تميز صالونك بتقديم هاي الخدمات؟ كل صالون له لمسة، شو لمستك وشو سر النجاح؟ حبيت إني أتميز عن عدة صالونات بالفايبس اللي بحب أعطيها للكلاينت اللي هي الناتشرال، لأنه دائما المرأة حلو تكون بمنظر طبيعي. بتميز إنه بأحسن وأجود أنواع البرودكت اللي نقدمها للكلاينت، إنه أهم شيء كمان هو أورجانيك. بالنسبة لل تفاصيل كتير صغيرة، ديتيلز صغيرة الزبون بتهمنا، نحن بتهمني أنا إني اهتم فيها، اللي هي طبعاً كيف الاستقبال الزبون، كيف يشعر بالراحة، ضيافة الزبون، السيرفس اللي إحنا عم نقدمه، الوقت أهم شيء، ما بيهم السعر ما بيهم الوقت، الوقت هو إنه نعطيه حقه للكلاينت بيشعر بالراحة. رائع جداً. من خلال كل هالأشياء هي بدنا نعرف شو مخططة، شو مخبية للمستقبل؟ أكيد نفتح عدد فروع بجميع مناطق الإمارات وخارج الدولة نفس الوقت. إن شاء الله أتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق يا رب. أنسى لارا، من خلال خبرتك الطويلة في المجال البزنس في الإمارات، شو نصيحتك لأي حد بحب يقدم استثمار داخل الدولة؟ نصيحتي للناس اللي بدها تفتح الصالونات، أنت أول شيء بدك تعرف أنت شو بدك، بدك تختار كبراند ولا كإنكم. إذا كبراند بدك تهتم بتفاصيل صغيرة وعلى اللونج تيرم، رح تاكل وقت لحتى تاخذ أرباح، بينما إذا بدك تركض على الأرباح بداية رح أظن الكواليتي رح يصير أقل، وما رح يكون في تركيز على الكاستمر أكثر من التركيز على الفلوس والشي، ما رح يساعد. 100% صح. صحيح. طيب بدنا نعرف أخيرا كيف ممكن المشاهدين يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ احنا موجودين بمنطقة الجرداف مقابل الروتانا هوتيل، موجودين على السوشيال ميديا وأرقامنا موجودة على الشاشة. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا اليوم بروحك الحلوة ومشاركتك الرائعة. أنا سلارة. سلام كلك سوا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.